يقدمه مين مهندس. علاء سرح. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء يقدمه أحمد حسين. أن تعرف أكثر. معكم من العربية أف أم. معكم من العربية. من العربية أف أم. التاسعة والتسعون وخمسون دقيقة في استوديوهات العربية أف أم. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. هذا حسن جوليد يحييكم في مستهل فقرات معكم من العربية أف أم الذي يأتيكم من العاشرة وحتى الحادي عشر صباحا بتوقيت السعودية. ساعة من الزمن مع العديد من الفقرات المتجددة والمتنوعة والتي دائما ما نرجو أن تنال رضاكم واستحسانكم. كالعادة مستمعين الكرام نبدأ هذه الفترة بموجز لآخر وأهم الأخبار والذي حان موعده الآن. معكم من العربية أف أم. معكم من العربية. معكم من العربية أف أم. من العربية أف أم. موجز لأهم الأنباء من العربية أف أم. أهلا بكم مستمعين الكرام وفي الموجز حتى اللحظة. السعودية ترسل رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول الصواريخ الحوثية الإيرانية وتطالب فيها بمحاسبة إيران لتزويدها الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يوثق بالأدلة تورط إيران في تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية ويؤكد أن 78% من الصواريخ التي أطلقت على السعودية جاءت من محافظتي صعدة وعمران. بريطانيا تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق لتحديد كيفية وصول الصواريخ إلى ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات الخطيرة على الأمن الوطني السعودي. الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية تدين استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي وتقول إن الاعتداءات جاءت متزامنة مع زيارة المبعوث الأممي الهادفة للعودة إلى الحوار. هيئة أممية شبه رسمية تؤكد في أول تقرير لها أن محققي جرائم الحرب جمعوا كما كبيرا من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الفظائع التي ارتكبت من قبل جميع الأطراف في سوريا. ما زلنا نتابع وياكم هذا الموجز لآخر وأهم الأخبار من العربية أف أم. تواصل التجهيزات لتهجير الدفعة الثالثة من مسلحي وأهالي بلدات جوبر وزملكة وعربين وعين ترمة مع استعداد عشرات الحافلات لنقل نحو 3640 شخصا من بينهم 850 مسلحا إلى إدلب. رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي تتهم روسيا بالتستر على استخدام قوات النظام السوري أسلحة كيماوية خلال الحرب مشيرة إلى أن بعض الأشخاص كان يمكن أن يتعرضوا لغاز من النوع المستخدم بتسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا. الهيئة العامة لطيران المدني في أبوظبي تقول إن مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين في المجال الجوي البحريني وتقول إن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقته عمليتان مماثلتان. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يحذر من كارثة انهيار عسكري جديد على غرار ما حدث صيف 2014. جاءت تصريحات العبادي على هامش لقائه وفدا من أهالي منطقة المعامل التي شهدت احتجاجات واسعة مؤخرا. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذا الموجز قدمناه لكم في مستهل هذه الفترة معكم من العربية أف أم. نتوقف الآن مع فاصل قصير نواصل من بعده باقي فقراتنا فتفضلوا بالبقاء معنا.